ودي لها ويلة لخيل يوم بدن وجاك الليك انصبك الضب من بلد القبيل قاشف ليك نعين اتنظر يوم غمس يوت زغل العطر صب ليهن زدات مرق عن خلخل نطينا ليهن سروج بدن بالفوزر انجبتناهن بالخرطات بضن بالضامر ركبنا فوق بدن بالقلقل انشكناهن باللجمات خشومهن جاب اندم جليه اللي نملي خططنا لخط وقف جليت الهمر لبن جليه اللي نقير طملا قمسين شربا قمسين القبنا قمسين شرافا قل جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن فيا لهيت بالساهجل جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن برن وهيت بالناترن جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن ديدان وهيت بالقاهرن جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضعن نمور وهيت بالفارر تستنى البيض لبن دم غز العود وهاد لعب كدل الزرقة كجل بيضيم المادة بدك كدر تستنى كريمة طير العسل دع جاج المال لكن ديل البقر جبتناهم من المشكة الهمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجيس خزان يوم جرن دنقرن جريت التيتة للعيان ورطناهم وطاشة بين لهن اللففان فرس الصبق طعان يوم سمة البوشان بتبادل في رجلها الرأس على النفضان. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا هسا في المساجد، المساجد هي اللي كبيرة أم بين أنجمينا وبقية مدن هنا تشات المختلفة، خاصة في مدن هنا النور ومدن هنا الشرق. المساجد هي اللي بتجمع كل أبناء هنا تشات فوق كل قبائل هنا تشات، أي نادم كله قاعد ويخدم بطريقته هو ويكتب رزقه بالحلال، خاصة الناس اللي قاعدين يسافروا يمشوا على الشمال أو يمشوا على الشرق ده. المساجد ده كاريفور مهم مرة وايد، مالا؟ لأن الناس بقودوا وبفطروا وباكلوا وبشربوا وباخذوا راحتهم شي حتى بعد ذاك كان يسافروا يواصلوا سفرهم كله. واحد من الأكتيفيتي المهم مرة وايد في المساجد ده هسا بكان اللي قاعد تشوفوا ده تشين اللهم الكثير ده وما يالي أخواني يالي الدقاق دول. لهم ده في كلتور انا كاديا يعني اللحم المتشى ده كاديا كان ما ياكل ده انا لحد هسه ما لي ولا ما قد تاكل لحم تاكل ولا ما تاكل لحم لا عشان ده انتوا قاعدين هنا سي اوكي خلاص اي نادم مسافر اي وتير مسافر مجموعه مسافر ده لازم يقفوا في المساجد وياكلوا لحم متشوش هنا المساجد الهلو ده وبعد ده قبل حتى يمشي لقدام. انا نعزمكم خلينا نفطروا بلهم بونا بيتي قابل متين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قيد الخوران الوطى سهل ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان الترك بطل قرن بمرخ خلال برغ لب ببرت مع العجال من خلى اللبن عمار من خلى الدقيق جيزان من خلى النجوم نيران من خلى الفقر ما بمسك الصبيان من خلى الصبيان مع البنات بقر مع تيران الصبيان عرادو المنستر عمره في طعان تلغير في الطين تطن الربعان تلغير في الطين تطن قيد الكيعان ابو قرن الرغز ما بها من الدقفان. مشاهدينا الكرام مثل ما قلت لكم مساجد كاريفور يعني منطقة وسطى وأي نادم كله ممكن كان ماشي شمال ولا ماشي شرق نجات كله يقدر إلا يجي بمساجد قبل في مكان آخر كله ممكن يمشي بدربال لكن مساجد ده مكان نادي ما يقدر يكسكس منها. شارع الهسا قد تشوفوا ديريك ده شارع اللي يودي من هنا يوديك مونغو يوديك آتيا ويوديك أم حجر ويوديك أبشي لحد تمشي فرونتير هنجات مع السودان. لكن شارع ده بيوديك مسوكوري ومن مسوكوري ده تقدر تمشي لحد لاكشات تدخل فرونتير على النيجر ومن هنا ده تقدر تمشي ماو ومن هنا تقدر تمشي مسورو وتمشي فيا ومن فيا تمشي لحد فرونتير حقنا ماليبي. دونك مساجد مهمه مره وايد لان قاعد تربط بين كل الطرق اللي بتمشي للشمال وتمشي لشرق هنجات كله. عشان ده لازم اي نادم يدور يمرق من انجمينا يمشي الاتجاه هسه اورينا ده لازم يزور للمساجد والمساجد هي اللي بتقول له يلا امشي هنا. ودي لها ويلة لخيل يوم بدن وجاك الليك انصبك الضب من بلد القبيل قاشف ليك نعين اتنظر يوم غمس يوت زغل العطر صب ليهن زدات مرق عن خلخل نطينا ليهن سروج بدن بالفوزر انجبتناهن بالخرطات بضن بالضامر ركبنا فوق بدن بالقلقل انشكيناهن باللجمات خشومهن جاب اندم جليه اللي نمليه خططنا لخط وقف جليت الهمر لبن
يلا نجرى قمنا 50 شربا 50 القبنا 50 شرافا قل جبريا جرلا جاي الخيل عجل الخيل دعم فيا لهيتن بالساهيل جبريا جرلا جاي الخيل عجل الخيل دعم برنو هيتن بالناترن جبريا جرلا جاي الخيل عجل الخيل دعم ديدان وهيتن بالقاهرن جبريا جرلا جاي الخيل عجل الخيل دعم نمور وهيتن بالفاررن تسن ربي طلب عندما غز العود وهاد لعب كدل الزرقة كجل بيضيم المادة دبك سدر تسن كريمة طير العسل دع جاج المال لكن ديل البقر جبتناهم من المشك الهمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجيس قزان يمجر دنقر جريت التيت للعيان ورطناهم وطاش بين لهن اللففان فرس الصدق طعان يمسمة البوشان. مشاهدينا الكرام، قبيل كان كلمنا لكم عن المساجد وأهمية المساجد. في هلال كثيرة في لوبكات ده مش للمساجد ده قاعدة حسا هلدنا هنا حسا ده اسمها شنو يالات؟ أيوة اسمها أنقرة. الهلة دي اسمها أنقرة. أنقرة دي هلة قديمة مرة وايد زمان نادي من جمعنا خدريجي أنقرة ويمشي شرك كات ده اللي وخر زاد يكمل والسيمي والأكل والشراب وفي خاصة في الخريف بكون في مشكلة كبير أسبوع قبل يوصلوا أنقرة ولا أسبوعين قبل يوصلوا أنقرة، لكن حسا خلال ساعات بس حسا بس معاكم في المساجد وهسه علينا قاعدين في مدينة أو حلة أنقرة. أنقرة دي هي كله كاريفور، يعني ما بتقصر من المساجد بشيء. هنا عندك عدة مناطق تدور تمشي فيكم، هلال كثيرة كانت تدور تمشي من أنقرة تمشي فيكم تقدر تمشي. هسه من أنقرة ده ياهو من هنا تقدر تشيل الدرب ده تمشي آتيا. من آتيا ده تمشي أم حجر، من أم حجر ده تمشي أبشي، وبعد ذلك تمشي لحد فرونتير هنا السودان. ومن أبشي كله كان دور تمشي قبل ما توصل تمشي بيلتين، تقبل من بيلتين تمشي أرادة، تمشي كلايد، بعد ذلك ممكن تمشي فدا أو تمشي أمجرس وتفوت فوق. وبهني كان قاعد تشوفوا بهني ده الشارع ده، الشارع ده بوديك بوكورو. بوكورو ده عندها 104 كيلومتر من هنا بوكورو، 104 كيلومتر من بوكورو تقدر تمشي بيتكين، من بيتكين تقدر تمشي مونغو، من مونغو تقدر من مونغو ده في بوكان تنين كما شينا مونغو ممكن نكلمكم، من مونغو تمشي أم حجر وتمشي أبشي. لكن الشارع الحسا قد تشوفوا به هني ماشي ماشي على آتيا ده شارع بوديك آتيا. هنا بوكان الوتاري عندك الواقفين بوكان أنا درنجل أهمر ده قدام منا شيء بالشارع واد بلب الحجر ده تقدر تمشي مسرو، من هنا ده تقدر تمشي بارخزال، من بارخزال ده تقدر تمشي ماو، من ماو تقدر تمشي بول، من بول بعد ذاك ممكن تمشي فرونتير النيجر وتفوت. ومن مسورو ده مش الورينا ده تقدر تمشي نور تشاد، تقدر تمشي شمال تشاد، تمشي فيا، وبعد ذاك تواصل لحد حدود هنا ليبيا. فالمنطقه دي كله كاريفور. عندنا بعض من سكان هنا المنطقه قاعدين معانا. اخونا ممكن تتفضل استاذ تقدم لنا اسمك. استاذ اسمك ياتو؟ الاسم موسى ادريس. طيب استاذ موسى ادريس، كلمنا عن هلوكو، شنو اللي بيميز أنقرة من الهلال الاخره؟ أنقرة بيميزها العدد السكاني. اها، قرابه 17 ألف نسمه من السكان. اها، وبالاضافه الى ذلك يعني هي منطقه استراتيجيه هامه. تمام. تجمع كل الاشياء منها الثروه الحيوانيه، وزي ما ذكرت انت في الطرق دي واجب ان شاء الله في طريق داخل هنا كلها بربطنا مع دقن المسكوري. تمام. مقابل متين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قيد الخوران، الوطى سهل ما في شدر لبدان، المراره ما بتجيب التويان التركي بطل قرن بمرق. مشاهدين ومشاهدات التلفزيون كات، علينا قلنا قاعدين في أنقرة وحددنا مسافات انا أنقرة مع الهلال الكبير الاخر في الدرب، لكن أنقرة عندها شيء وايد خاص في مكان اخر ما يلقي. سير سخير بس قول انك شوفوا للناس عشان يشوفوا عشان ياكدوا بكون أنقرة دي ما هي اللي النادي ميلبا. اوكي، هسه عندنا طبيبه تراديشنال، جريسر تراديشنال، طبيبه شعبيه بتعالج او بتنظف عيون حنا اي ابن ادم عنده وسخ في عيونه، عنده لهمايه في عيونه، عنده شنو ده، هي عندها طريقه خاصه تعالج فوقها. عشان كده انينا ماشيين في ميشن حقنا انا تيليكات، لقينا السيده فاطمه عبد الرحمن مولوده في ام سكر، هي الجريسر تراديشنال الطبيبه الشعبيه اللي هي بس تورينا شنو اللي قاعد تسوي. ما انا سيدا قاعد في مندو قاعد يجيبوا من بانجي، وهي انت كيف عرفتي بكون الشغل بداوي ده؟ صب له علمي ازرق ده. ايوه هسا كده صبت له علمي كده، صب لي علمي. ايوه علمي ازرق ساكت ده، علمي ازرق ساكت كده. ايدينا ننظفها قبل. اها
تليفونك ممكن تسدي؟ بعزي لي خدمينا يا ما بقى مو كويس. شفا شفا وهي أقف 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 أقربيكي أقربيكي شفا 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 أين ده؟ شفا جاي يسوي مش الخيط خيط. شفا أين ده هو جاي يسوي خيط؟ شفا ده هو خيط مرق. شفا ده هو خيط ده هو خيط مرق. شفا حط شفا درب اللي بهود الأقروب جريجان قل المال هجار بين مشاهدينا الكرام نرحب بكم مره ثانيه في البرنامج الهسه الجديد قد تشوفوا من انجمينا الى اقليم جيرا بعد ما وقفنا في انغورا وقعدنا شيء في انغورا وشفنا الدكتور اللي قاعد تغسل عيون هنا انغورا من انغورا ليبو كورودا حلال كثيره قاعده والحلال دي كلها كي اي هل كلها عندها ميزه فوقها عندنا ميتو ميتو تمتاز بجبل حق السمح وهو ممكن يكون جبل سياحي الناس ممكن يجوا فوق سياحه يشوفوا يكتشفوا فوق لان واحده من ميزات حنا الجبل حنا ميتو ده قالوا فوق مرافقين كله في الليل لابو دخلوا ومرقوا وكده وجايين في جنبر كله شفناها كله هله متواضعه وانت جاي من ميتو لجاي حتى الشدر بتنوع لان في زعف كان جيت من خلاص من انقوره جاي ده تلقى شجر حنا الدوم تلقى الزعف وانت جاي الشجر بيتغير لان انقورة حله عندها تراب ازرق طينه لكن انت تجي بجاي التراب بقى شيا بمشي وبقى ابيض لحد يبقى جوز اصلا تراب هنا بكرو الحله اللي قاعدين فوقها هي بكرو بكرو حله معروفه بزراعتها الكبيره ناسها مزارعين وناس كلهم كي اصحاب بهائم ولكن بحرته كثير عشان كده زمن بكروه القاعد بيودوا منا الخلة لأنجمينا ولكل مناطق الحوالينا منه لهدي أنجمينا ده الناس بأكلوا من خلة هنا بكروه هسا عنينا واقفين في بكروه وماشيين لمونغو والهسا قاعد تشوفوا ورانا ده سوق هنا بكروه القاعد الناس سوقه أسبوعي الناس بجوا بيسوقوا فوق سوقه يوم شنو السوق هنا بكروه يوم الأربعاء سوق أنا بكره يوم الأربعاء الناس بيجوا بيساوقوا من الحلال المجاورة من الحلال الكثيرة وبمشوا ولسا قد تسمعوا ده طواحين صوت هنا الطواحين الطواحين دي لأن في خلة كثيرة في بكره والخريف السنة كويس وأكون ناس بكره السنة ده خليتهم تبقى زيادة من السنوات الفاتت وإن شاء الله مش يأكلهم يأكلوا كل أقاليم هنا كات من بكره نمشوا ونلتقوا معاكم بتان آخر في بيتكين مشاهدينا الكرام بعد ما قبل التقينا بكم في دار الدبابة بوكورو هسا كده أنا مقاعدين قاعدين في أسود هنا بيتكين بيتكين مدينة جميلة وعندها انفراستركتور سمح عندها شارع مسفلة أسود كبير جميل مرة وايد الحكومة سوتها لكن من هني كان تشوفوا الشارع ده هني ده الشارع ده أنا مونغو مونغو عشان توصل ده المسافة 61 كيلومتر وبشارع هنا ده
ده بوديك ملفي. ملفي عندها 131 كيلومتر، لكن احنا الان في وسط هنا بيتكين، وعندنا لكم سيربريز اشياء بعد المغرب. عندنا لكم سيربريز، سيربريز حقنا ده شنو؟ بعد الاشياء نسول لكم ان احنا بطبعنا في تشاد بنحب الثقافه، بنحب الكولتير، خاصه المسرح، سواء كان في الراديو ولا في التيلي ولا على خشبة المسرح، كل الناس بيحبوا يشاهدوا التمثيل، لأن التمثيل بيعالج كثير من قضايا هنا المجتمع. في فرقة مسرحية قامت من أنجمينا وجات هنا في بيتكين، نخليكم تشوفوا الناس ديل قاعدين بيسووا شنو. يلا معايا نمشوا، وبعد ذاك نلوم معاكم في مونغو أم باكر فجر. ألو أستاذ، كيف الحال؟ الحمد لله. صباح الخير يا ترى. أيانا جاي. بابا أستاذ مدرنا يكتب منك. هلا اللي بدك تسوي بس. عارف بتسوي ما فيها اليوم. أوكي أوكي دكتور دكتور أستاذ. وين يا سما؟ أنا كويسة؟ كيف الحال؟ تفضلي خليكي أنت مسامحك، أنا مش بدك بس. يا فاضي بروبلم انا دابا كان دير في سراي في بروبلم نقول لك ليش ما عندنا مشكله كان ايام دينك ان شاء الله كم 5 ريال انت لا بالي ليش دينا حال ميتا ميتا دار قدر انا كان يدير مالي دور انا ما اخر بلا كان عندك 5 ريال انت لا بالي ليش دينا حال بس والله ودك يا شوف ne t'en fais pas un goûte les fins tu regardes des chasses qui gagnent ça m'a été goûté au final il t'a amusé mais quand t'es pour gagner je vais amener le maladie mais il y a quoi la fille pour moi la face de la gueule il y a quoi tu l'as يا هلا باش وين مامي؟ نعم انا مساجد ماشي قلت كيف؟ يوه انت ما ستشيم ومقال ده قلت كيف؟ ما تغزل نغلوها مبادر ولا بكرة بس كيف كيف مناكر الناس كلها المقرة كل عصا خلاص خطوا لها سكين يدول دبوها اللي زي دهابة دهابة اول كان دبوها نقولي خايتي تبزع باكر بدون بكار مشاهدينا الكرام، احنا الان نرحب بكم في مدينه مونغو عاصمه جيرا. عاصمه جيرا معروفه، هي تقع في وسط البلاد، وهنا ده المكان هسه قاعدين فوق الرومبوان اللي قاعدين فوق ده، هنا ورانا الموقف، موقف الاساسي هنا جيرا. الموقف ده كل الوتائر الجايين من كوتي هنا ابشه، لان شارع ده بوديك ابشه، شارع ده من هنا تمشي منقلمه، من منقلمه توصل ابشه، ومن ابشه تقدر تمشي. لكن هني الشارع البهيني ده البيكوتي ده بوديك أم التيمان، تمشي أبدية من أبدية توصل لهدي أم التيمان. لكن هنا ده سنتر هنا مدينة مونغو، ومونغو معروفة بأكتيفيتي حقها الإيكونوميك. الموقف ده فوقه شغل كتير جدا، بوصي بكون تشاد ده
عنده اوليفاش كتير من شغل القايد. كان دخل داخل بس تلقى اول كده ناس البتوش الحمد لله، ناس البتوش الحمد لله، اي وتير جاي من ابشه، جاي من ام التيمان، جاي من انجمينا، الفو يقوفوا هنا، يقوفوا ياكلوا ويشربوا. ومن اهم الاكل القايد ده لحم المتشى وجداد المتشى موقف ده. دونك انا نعزمكم عشان ندخلوا داخل تشوفوا شنو القايد، ثم نمشي قدام للمرحله الاخرى. تفضلوا معنا. مشاهدينا الكرام، وانينا في مدينه مونغو، جينا في مكان مهم جدا في مدينه مونغو. مدينه مونغو طبعا معروفه بخمام كثير، بجبال كثيره، جبالها زي اربع جبال اساسيه. من ضمن الجبال الاساسيه المهمه والناس ما استفادوا منها في مجالها التوريزم وفي مجالها السياحه، ملكه قرا. خلفنا هنا كان تشاهدوا في سلسله جبليه، السلسله الجبليه دي هي شكلت مشي المرأة وراكدة على قفاها ووجهها على السما فوق. هنا كان تشاهدوا ده الجانب ده ما إيديني سوا سوا، ده الراس من بكان الفاصل سوا سوا عن الجبل ده، ده بكان الشعر، بعد ذاك الجبهة جبهتها قاعدة، بعد ذاك منخرها، بعد ذاك في الخشم ده، في الخشم كله قاعد، بعد ذاك تهت تهت شوية ده الرقبة، وكان ده وكان الرقبة مشي عندها فوقها زي مطمنات ولا شيء كده رابطه في رقبتها. بعد ذاك بعد الرقبه كان تشاهدوا الجبل ده زي قمه كده، قمه ده الصدر، ثم الثدي الديوت والحلبه الراس هنديت ده كله مش القاعد. بعد ذاك جات بتحت كده ده البطن، وثم مشى على الرجلين، ايدينها ايدها الواحده بجاي راكده كده خطتها كده. فدي هي سلسله جبليه، يعني مجموعه من الجبال هي اتشكلت بكون الوضع ده هنا الجبال ده يبقى مش لك. لما مشيت بورا هناك اكون تشيفه، لكن ما تشيفه بالشكل الظاهر بكون دي جبال ملكه قرا، امراه وراكده، راكده ما لا راكده، الجبال ده كانه مره راكده وقاعد تشيف السماء، كانها سارحه بفكرها او مشت في عمل وتعبت من العمل ده وجات راكده عشان تسوي ريلاكسيشن، تعمل استرخاء، تسترخي عشان بعد ذاك تبدا العمل من جديد. فهي منطقه ممكن يكون فوقها اوتيلات، فنادق، ممكن يكون فوقها اماكن هنا استراحه، استجمام صناعيه الناس يصنعوه، عشان الناس من تشاد ابناء هنا تشاد كله القاعدين في مناطق الاخرى ما يعرفوا خضر سلسله جبليه بس تشكل جبال. طبعا مونغو معروفه بجبالها، مونغو وابطيور وكذا وشنو ده كله، عندها جبال كثيره مرات، لكن جبل بس بشكل في وضع هنا ابن ادم راقد بقفاه، وفي شكل هنا مره كمان، ما راجل، مره كمان راقد بقفاها. وده ممكن الناس يستفيدوا منه في السياحه، يجيبوا ناس اجانب ولا مواطنين ولا غيرهم ولا غيرهم عشان يجوا يشوفوا الشيء ده كيف. مشاهدينا الكرام، بعد ما خليتكم شيء شاهدتوا تفاصيل هنا ملكه قرا، شيء البسيط هنا ملكه قرا، نواعدكم عشان نلموا معاكم قدام في منطقة أخرى من مناطق هنا تشاد البروفون، وهي منطقة وسط هنا تشاد وفوقها أحداث كثيرة بقت. يلا نمشي نلوم هنا. مشاهدينا الكرام، قاعدين تتابعونا، قمينا الرحله من انجمينا وجينا مساجد من مساجد انغورا، وجينا لحد ميتو، ومن ميتو جينا بتكين، وواصلنا لحد رحلتنا وقفت هنا في منقلمي. منقلمي تعرفوها كثير بلد حنا 64 في احداث كبيره وغيرت تاريخ حنا تشاد كله. ده بدت فين؟ في منقلمي. منقلمي بلد معروفة بالجمال حقها الطبيعي الناتشورال، هي بلد قاعدة أسود والجبال مهوجينها من كل النواحي، فوق أماكن تدور ذهاب الشعب التشادي يكتشفها عشان يعرفها، وده كله ممكن يبقى
لها مصدر هندخل. كل الشعب التشادي موجود في منقلبه، كل القبائل التشاديه قاعدين في منقلبه، وكلهم كي قاعدين منسجمين وقاعدين بامن وامان. ونتمنى بكون من رحلنا هنا انجمينا لحد منقلبه ده لبعض الناس، بعض ابناء هنشات ما بعرفوا المناطق قدروا يرفوا المحطات ويرفوا بلدهم حتى ولو كان بشكل بسيط. نتمنى رحلتنا ده عجبتكم، وان شاء الله نتمنى نلتقي معاكم، نلاقوا معاكم في رحلة آخر، في مشوار آخر إن شاء الله. ولحد ما نوصل للوقت ذاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.